أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية القافلة السادسة من المساعدات الإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة، والتي تعد الأكبر منذ بداية الأحداث، حيث تضمنت 30 شاحنة محملة ب100 طن من المهمات. وقال الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن القافلة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي القطاع في إطار دعم ومساندة مصر للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الظروف الصعبة التي يعانون منها. ومن جانبه قال اللواء أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين إن القافلة السادسة جاءت بناء على دراسة الموقف ومتطلبات القطاع من خلال التنسيق المستمر بين اللجنة وهيئة الإغاثة الكاثوليكية، حيث شملت 7000 بطانية و5000 مرتبة و2000 حصيرة. وأكد أنه يتم حاليا تجهيز القافلة السابعة بناء على مطالب أهالي قطاع غزة لتتوالى باقي القوافل.